بعد نعم. يقولون الله ينعم عليك يقولون ان هذه شخصيتك في الصج من ناحيه ان انا هذه قصتك رقية؟ ايه لا طبعا يعني انا بيش تقولين انا عصبيه لا عصبيه لا انا قصدي ان انت تعرضتي لنفس المواقف التي تعرضت لها رقية. اي 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 زوجي والله تزوج علي صحيح هذه حقيقه وفعلا انا كنت بارده معاه في هالامر. شفتي شلون؟ ليش؟ ليش؟ لسبب. لان كانت مشاكل طاحنه بيني وبينه. طاحنه حيل فعشان كذي كنت ابي اتخلص من هالشيء. لما تكون في مشاكل طاحنه يدانا بين الزوجين خلاص كل شيء يموت يبرد في المرأة. ويبرد لا كل شيء يموت في المرأة. صحيح تصير باردة. صحيح ما يهمها تزوج طلق ما يهمها. شاهد أنا حييك على صراحتك. الله يخليك. فينك أنت شلون قاعد تقولين على التلفزيون؟ لأن حقيقة فعلًا. فين زوجك تزوج عليك؟ إيه تزوج فعلًا بس. عقب وقت إيه؟ عقب ما كانت قلت لك مشاكل طاحنة. شنو شعورك كان؟ البرود. أنا قلت أنا كنت أقول له روح روح روح. والله ما قاعد احرض بامانه انا قاعد اتكلم عن شخصي وعن نفسي إيه؟ بس انا هذا الواقع اللي صار معي حقيقه يا جماعه والله صحيح ترى صج تزوج وانا كنت بارده معه وكانت مشاكل طاحنه بيني وبينه وخلاص يعني انتهت علاقتنا من سنين طويله. شهد ليش اشعر صراحه يعني من حالتك وطريقتك احس ان انت الان في هذه الفتره انسانه سعيده والله قولي الحقيقة. الحقيقة سعيدة لأنه ولله الحمد نجاح المسلسل له دور نجاح المسلسل أحس أني قاعد أوصل لأشياء أنا الحمد لله كنت قاعد أشوفها شوفها يدانا والله يعني ما أدري شو أقول لك كنت على طول أتقرب حق رب العالمين أقرأ ترى أقرأ قرآن أنا دائما الحمد لله أن هذا الشيء يريحني وفعلا قمت أشوفه في بيتي قام يصير في تغيير جميل هدت النفوس الحمد لله إي والله كانت عندنا مشاكل يا جماعة في البيت صحيح من بعد ما قمت أقرأ هدت النفوس في بيتنا صحيح. ولله الحمد دائما أشكر ربي على هالشيء في أشياء تغيرت في حياتي أول شيء أنا أول شيء ومردودة على أولادي صحيح فعلاً قمت أشوفه يعني والله الحمد شيء جميل في تغير في تغير ما أقول لكم لا ما في الحمد لله في تغير واضح لأن سبحان الله من تتقربين يدانا عند رب العالمين وكل ما تتقربين الله يبين الشيء هذا يعني فلوسك تصير حلال صحتك تصير زينة صحيح انت تصيرين من داخل صبوره صحيح تصيرين بعد شنو شلون اقول لك صحيح دائما ايجابيه صحيح شوفي شاهد انت امراه عصاميه جدا بنت نفسها بنفسها جداً. خطوه خطوه الحمد لله. وانا اعلم او اشعر مثل ما قالت اليوم انا ويانا قلنا مليون مره اشعر او نشعر في ان انت تعبتي في حياتك وايد أي. وتعرضتي لمشاكل وايد وما تبين تبينين أيوة هذا الشيء للناس تبين تطلعين سعيدة أيوة إيجابية ما أتضايق ليش؟ لأن يا حياتي أقول لك شو صالح الناس ممكن ما تقدرك تسمعك بس ما تقدرك صحيح هذا طبيعي صحيح أنا أسمعك بس أنت الله يعينها الله المستعان يعني إيش بسوي لك إذن شنو